على هامش استقبال معالي رئيس مجلس النواب لأخيه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية تنطلق من ثوابت ورؤى مشتركة، مشيدا بما تحظى به هذه العلاقة الثنائية المتميزة من رعاية سامية من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين ومن لدن حكومتي المملكتين الرشيدتين. وأشار معاليه إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب المشتركة بين مجلسي النواب البحريني والشورى السعودي على جميع المستويات التشريعية والرقابية، منوها معاليه بحجم التنسيق الكبير في مواقف البلدين الشقيقين بشأن القضايا الإقليمية والدولية في مختلف المحافل. من جانبه وجه معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين والتي أرسى قواعدها منذ مئات السنين الآباء والأجداد، مثمنا معاليه ما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر على المستويات كافة بفضل الجهود المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وأخوه ملك مملكة البحرين في دعم وتقوية هذه العلاقات. طبعا اليوم عقدنا اجتماع كان مثمر، اجتماع رسمي بين الجانبين، ناقشنا كثير من الأمور في كلها تصب في مصلحة البحرين والسعودية، وناقشنا أيضا الأمور التي على الساحة الدولية والإقليمية خصوصا موضوع الإرهاب والتدخلات في الشأن الداخلي وموضوع حقوق الإنسان والأمور الاقتصادية الأخرى. كان اجتماع مثمر، تم الاتفاق على الكثير من الأمور، وإن شاء الله نتطلع أيضا إلى زيارات أخرى على مستوى لجان الصداقة وعلى مستوى الأمان العام. التعاون بين المملكة والبحرين هو في كل المجالات، وهو يعني تجاوز مسمى التعاون إلى مرحلة التنسيق، فجميع اهتمامات الدولتين وأمان الدولتين وما يتعرض له المواطن سواء في المملكة أو في البحرين من جوانب خارجية تؤثر على أمنه وعلى استقراره، هي في نفس الوقت هي تؤثر على المواطن الآخر في البلد الآخر. والحمد لله نحظى بقيادة حكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وبجلالة الملك. بلا شك أن ما حدث بالأمس وما حدث قبل ذلك من أمور أريد بها الإخلال بأمن هذا الوطن باءت والله الحمد الفشل. السبب هي القيادة الحكيمة والمواطن الذي يعرف أن هذه تأتي من الأعداء وأنها لإفساد ما هو فيه من نعمة ومن استقرار، وإن شاء الله لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد. والمجالس تسعى لتضييق فجوة الإرهاب وهو موجود، لكن هو الأهم أن تشخص الداء ويشخص العقاب الذي يمنع هؤلاء المفسدين سواء في الداخل أو الذين يمدونهم من الخارج. ولدينا تشريعات مشتركة في هذا الإطار، ومن ضمن الأشياء التي كنا نتحدث عنها منذ قليل كيف يعني نقضي على هذا الجانب دون أن يكون هناك إخلال بطمأنينة المواطن.